في البداية بنرحب بحضراتكم معنا احنا في نويبع النهاردة في مخيم جرين بيتش كامب. قبل ما نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة. جرين بيتش كامب في مدينة نويبع. مدينة نويبع بتقع على خليج العقبة، على ساحل خليج العقبة، 70 كيلو من مدينة ذهب و70 كيلو من منفذ طابة، يعني 400 كيلو من القاهرة. فيها كامبات جميلة على شواطئ رملية ومدينة هادية للناس اللي بتبحث عن الهدوء والاسترخاء على أشعة تحت أشعة الشمس. صباح الخير. صباح النور يا أبو أحمد. إن شاء الله. أستاذ يوسف إزيك؟ الحمد لله. طيوي صاحب ومدير جرين بيتش كامب. اهلا وسهلا. احنا طبعا مستنيين السياحه المصريه اول حاجه، دلوقتي دمنا كله على السياحه المصريه. في السياحه المصريه طبعا ترفع من الاقتصاد كامبات الوصول لمدينه نويبع سهل عن طريق مدينه دهب او مدينه سانت كاترين او عن طريق طابه بعربيتك او بالاتوبيس. يعني في برضه جو باس وتقريبا بلو باس برضه بتروح نويبع. وسائل المواصلات يعني موجوده، كامبات كثير على الشاطئ في مدينه نويبع بالذات، يعني منطقه الديونه. منطقه الديونه دي يعني الساند ديون على الشاطئ، وزي ما شايفين الغرف في بانجلو وفي غرف كمان يعني حديثه، و كل هذا يعني موجودة. غرف بالحمام، غرف بدون حمام، عاوز بانجلو، عاوز الشط مباشرة، عاوز ورق، يعني اللي انت بتبحث عنه هتلاقيه.